السلام عليكم، اسمحوا لي اعرفكم بنفسي لان في ناس كتير ما تعرفنيش. انا شيماء منير، خريجه لغات وترجمه جامعه 6 اكتوبر دفعه 2006 قسم انجليزي اسباني، وانا في سنه رابعه. تم اختياري كمسؤوله عن فريقين توجو والكاميرون في كاس الامم الافريقيه عام 2006، وكنت مسؤوله عنهم مسؤوليه كامله. بعد التخرج تم تعييني كاخصائيه تصدير في شركه سيراميكا بريما، كنت مسؤوله عن تصدير السيراميك للدول الاوروبيه، وده بحكم اتقاني للغه. بعدها فترة بدأت مرحلة التدريس في مدارس في أكتوبر شهيرة جدا، وكمان مراكز تعليمية هدفها تعليم اللغة الإنجليزية للأطفال والكبار. بعدها تم توليتي منصب مستشار لغة إنجليزية ونائب رئيس مجلس إدارة جريدة تنذاكر التعليمية. مع كل ده كنت بدأت في إنشاء صفحتي على الفيسبوك اللي تحمل اسمي شيماء منير، واللي هدفها تعليم اللغة الإنجليزية أونلاين. كنت بنزل فيها فيديوهات وأي حاجة تخص اللغة الإنجليزية. بعدها بدأت في إنشاء قناتي على اليوتيوب اللي هدفها الأساسي تعليم اللغة الإنجليزية ببساطة وبدون تعقيد، واللي كمان بتحمل اسمي، اسم شيماء منير. من أهداف القناة إنه تعليم الأسس اللغة الإنجليزية بدون تعقيد، وتوصيل المعلومة للطالب أو ولي الأمر بسهولة، والتواجد مع ولي الأمر والطالب بقدر المستطاع. أما عن محتوى القناة فهتلاقوا فيها الفونكس والمحادثات الخاصة بالأطفال والكبار، وتعليم الإنجليزية للمبتدئين، والمصطلحات الشائعة والقواعد، وكمان شرح المناهج المختلفة للغة الإنجليزية. كل ده هتلاقوه على قناتي التعليمية مش شيماء منير. يلا كل يعمل سبسكرايب أو اشتراك عشان يلحق كل فيديو بينزل على طول. شكرا ليكم، سلام عليكم.